هي بزينة. شوف يوم حاضر إن شاء الله بالنشاط والحيوية. عدنا إن شاء الله والعبد أحمد الجمهور العزيز، عدنا إليكم بكل حماس بحلقة جديدة من فقرة غدوة. أنا عدو الحزن وأنا عدو الفراق، في ليلة كانت الأحزان حملا ثقيل يا صاحبي، والله أن فراقنا السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. يا مرحبا يا هلا. أم عبد الرحمن. وداتك الله. يا مرحبا. خدمنا الاشتياق. أنا مخاف الرحيل، أخاف بعد الرحيل توسع الجرحنا كنا يا احضر الزواج وانبسطوا. وداتك الله وانا واقف بركبة وسعت، يا ربي ارزقني بقوة وصبر جميل، حاولت ارد الدموع تسيل وقت العناك، وثر الحزن حال فنها يا صديقي تسير. انا عدو الحزن وانا عدو الفراق. يا حبيبي سالك من التوفيق، يشهد الله علي انك صرت اخوان. يا لبيب ونهار، والله العظيم القلب الطيب، اقسم بآيات الله الله يقبلكم جميعا، الله يوفقكم، وانك تحفزنا وانك ومن المنبر اقول لكم ابو نهار، اقسم بآيات الله خلينا نقدم الفقره تحفيز لنا وتشجيع لنا. والله يوفقكم، الله يقبلكم يعني. وشكرا شكرا لمالك القناه، وشكرا انا بالنسبه لي ودعتكم اليوم لان احتمال بكره ما اجي، واقول الله يوفقكم جميعا. وشكرا لفريق الدعم سواء من يقولون منكم سميتها تستاهل، فالله يقبلها ان شاء الله، والله يعطيك العافيه. انا والله ما ودي، اكره شيء عندي لحظات الوداع ولحظات الفراق، احس انها شينه، لكن بنلتقي برا باذن الله اذا ما جينا في الحفل الختامي. لا تجي، عندي وقتها ارتباط، والله عندي وقتها ارتباط، لكن ان شاء الله اني احاول. الله يوفقكم، ودعناكم الله عاد اعيش وريرتي قبل اساس. اما بتمشي الحين؟ اي والله. لا تكفى لا. الله يوفقكم ان شاء الله، فما لا يا عيال. لبي روحكم جميعا، والله يقبلكم. خلكم عاد عيشوا البث، اترك خالد عيش البث، شوف لك شيء. بنعيش بنعيش. وديك يا ابو نهار. يلا السلام عليكم. ايش بعد روحي انت؟ تبيتك الله. يا حياتي. انها تمطر يا سايل. يا تمطر يا جار. ودعتكم الله يا لبي يا ابو نهار، يا لبي. يا حبيبي يا سايل يا حبيبي. شفت عوانات